انت حصل الكلام ده. طيب انا هتحرك على هناك حالا. مع السلامة. ايه يا عم في ايه؟ الجاليري بتاع فريد سعادتك اتعرض للسطو والسرقة. استغفر الله العظيم. بعد اذن سعادتك اتحرك انا. طب اتفضل وبطمني. ماشي يا فندم. وعايزك اول ما تبدا تحركات مع سيف تتابعني بالتليفون اول باول. طبعا يا فندم. بعد اذن سعادتك. اتفضل. وصلت في الميعاد. بص هو بطل عربيتك. نفذ التعليمات اللي بقولك عليها لإلا مش هتشوف فايدة تاني. لف. طلع سلاحك عمر. حطه في عربيتك. دلوقتي هبعت لك واحد من الجلتي هيديك حق وخد مش هتحس بيه حاجة بسيطة خالص لحد ما نوصل. صدق عجبني شكلك كده. تعرف مشكلتك انت واللي زيك ايه؟ انكم بتتفرجوا على افلام امريكاني كتير قوي. تبقوا دايما مصدقين انه البطل هيكسب في الاخر. البطل ده اللي بيضرب مليون رصاصه من غير ويقع من الدور العاشر ولازم تستقبله شجره تاخده من غصن لغصن لحد ما يوصل على الارض رايق. يا دوب يقوم وينفض هدومه وممكن قميصه يبقى متقطع شويه. ويعني ما فيش مانع من خربشتين ثلاثه عشان الواقعيه. تعبه وهبل. الواقع يا كابتن ما بيقولش كده. الواقع بيقول ان انا هسافر من مصر للقبرص. هاخد معايا فريدة. عارف ليه؟ علشان فريدة عجباني أوي بصراحة يعني. بصراحة أكتر أنا مستخسرها فيك. أه والله مستخسرها فيك. أنت ما تعرفش قيمتها كويس. فريدة دي أقول لك الموضوع مش هنرضى كتير. بص يا باشا الشاشة دي توصل عندي في الأوضة. اقعد انت كده براحتك فكر قرر وبلف بيه. بس بشوف فايدة لما اسمع ربك. حتى لو وافقت في جهات أمنية لازم أكلمهم عشان يرتبوا لك موضوع سفر. ماشي يا باشا ماشي. تليفونك موجودة فين؟ لازم اشوف فريدة الاول. يا حبيبي يا كابتن يا بطل الداخلية يا بطل الاكشن انت جاي هنا عشان تشرط عليا. فكر بهدوء وانا مستني خبر منك. سلام يا فاكر البورت ليه اللي رسمته لي ده من حلف المرسم؟ أنا عايزك أنت بقى ترسمي لي بورتري بإحساسك الحقيقي دلوقتي. أنا عارف إن جواك أسئلة ملهاش أول من آخر وعارف انك كرهاني بس مش مشكلة. انا مقدر. عارفة ليه؟ عشان انت ما عشتيش معايا.
انت ما تعرفيش سيف لما بيحب بيبقى عامل ازاي. عشان كده انا عايزك ترسميني حالا بكل الكره اللي جواكي، وبعد فتره لما تمشي معايا في انا مين بالظبط، هتفرج تاني على اللوحه. اوعدك ان انت اللي هتقولي لي قطع اللوحه، عشان هتكتشفي قد ايه انت كنت ظلماني. ده يا حلو. سيف ايوه يا عمر حبيبي، سامحني يا حبيبي هكلمك من غير ما ابص لك، عشان فريده قررت تعمل لي بورتريه مثبتاني بقى، مش قادر ابص لا يمين ولا شمال. قول لي يا حبيبي انت عايز ايه؟ اشوفها يا سيف. تاني احنا مش قلنا لما ترد عليا الاول؟ موافق، اعمل اللي انت عايزه. حلو، حلو قوي يا عمر، ميرسي يا حبيبي. حلو كده سيف، تحب تنفذ امتى؟ والله يا عمر النهار يعني، لو بالليل احسن، ولو دلوقتي احسن واحسن. محتاج اكلم الجهات اللي هتنفذ يعني 10 دقايق كده على بال ما فريده تخلص البورتريه ده، مش كده يا حبيبتي؟ ايه مالك يا لوي؟ هي رسمالي وحشه قوي كده؟ بشع. ماشي يا حبيبتي ما تقلقيش، ده متوقع وطبيعي، اللي ما يعرفك يجهلك. ايه ده ايه ده ايه؟ شاطره شاطره والله شاطره. ايه ده؟ انا عجبتني قوي البنت دي، شاطره شاطره حتى في الكاريكاتير. بصي يا لورا، خدي لي اللوحه دي حطيها في شنطه سفر، عجبتني قوي ان شاء الله عليك. قول لي بقى يا عمر باشا، انت عايز تكلم مين؟ قدرت كل حاجه تليفوني. ماشي تليفونك معايا، بس كلم مين؟ مالها الخولي عم الوطني. أنا عمر سلطان. في إيه؟ عمر سلطان يا فندم على التليفون. أيوة عمر. سيف عايز طيارة هليكوبتر عشان يخرج بيها من هنا لأوبرس. إمتى؟ الليلة دي. لو مصر على الليلة دي يبقى لازم يتحرك لأقرب نقطة فيها طيران، يقدر يعمل ده؟ موافق. هيتحرك لوحده؟ لا، هاخد فريدة معاه. هو سامعني مش كده؟ أيوه. اسمعني، الناس اللي عندك دي كلها رهايب، لو حد جرى له حاجة مش هتشوف النور بعينك. وقدامك ساعة ونص من دلوقتي عشان أجهز لك الطيران. تمام يا فندم. ميرسي يا عمر،